دكتور هاني، لو انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات بالفشل، خليني أتكلم بشكل يعني أتوقع دائما السيناريو الأسوأ، يعني المؤشرات التي تصلنا حتى الآن إن هي بتسير في طرق متعرجة ولم تتقدم إلى الأمام يعني خطوة واحدة، يعني ثم ماذا بعد يا دكتور هاني؟ ماذا بعد؟ يعني دي حددها الرئيس السيسي بوضوح وبحسم وأيضا في هدوء وبمنطق متوازن، أن نحن حريصين على التوافق، حريصين على اتفاق ملزم لصالح الجميع، لكن لا يتصور أحد أنه يمكن المساس بحصة مصر. هذا خط أحمر، الخط الأحمر للرئيس معنى أنه أصيب لو أصرت على هذا وتجاوزت الخط الأحمر باتجاه الملء الثاني، سيكون بالتأكيد هناك صراع. ما هو شكل هذا الصراع؟ ما هي درجته؟ هناك طيف واسع من الأدوات والوسائل يعني متدرجة وكثيرة، وهذه طبعا متروكة لصانع القرار بالتنسيق دكتور السياسي. تمام دكتور هاني، تمام، يعني أفهم هذا، لكن هل الخط الأحمر هو الملء الثاني أم الخط الأحمر تأثر حصة مصر من المياه؟ يعني أنا برضو دي بسألك كخبير في هذا الإطار، يعني هل الخط الأحمر الرئيس قال إنه المساس بمية مصر بنقطة مية واحدة خط أحمر، هل الملء الثاني يمثل مساسا بحصة مصر ولا هيعدي زي الملء الأول لم نتأثر بشكل أو بآخر؟ لا، الملء الثاني هيختلف عن الملء الأول. الملء الثاني هيكون لو تم هيكون كمية المياه المحتجزة خلف السد 18.5 مليار متر مكعب، وده يعني أن السد سوف يكتسب حصانة ولا يمكن المساس به، لأنه في هذه الحالة سوف يؤدي إلى تدمير السودان بشكل كامل. فبالتالي الملء الثاني هو معناه تحول الاستراتيجية الأثيوبية في السيطرة على المياه إلى أمر واقع لا يمكن المساس به. هم في الداخل الأثيوبي يقولون أن الملء الثاني سوف يؤدي إلى حماية السد وأيضا إلى حمايتهم هم في أثيوبيا، لأنه سيمتلكوا أداة سياسية واستراتيجية بالغة الخطورة يستطيعون التهديد بها، وتمنحهم خاصية الإملاء التي هي مسألة قاصرة حتى الآن على السلاح النووي، بمعنى أنه تجاه السودان بالذات بالتحديد يستطيع أن يكره السودان ويملي عليه ما يفعله وما لا يفعله عن طريق التهديد بالإغراق بمياه. يعني نقدر نقول أن السد في حالة ملئه الثاني بيمثل قنبلة مائية بالنسبة للسودان. نعم، هو ده التعبير المختصر لفكرة الإملاء أو الإكراه اللي هتمارسه أثيوبيا، أو الخلل في التوازن السياسي والاستراتيجي اللي هيتم في حوض النيل بدءا من الملء الثاني في صعيد.